الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: أنا من منطقة الخرج، ورحلتي بإذن الله إلى مكة يوم الخميس 6 من ذي الحجة طيران. يقول: علما أن الحملة سوف يتحركون من جدة بالباص يوم 7 ذي الحجة. السؤال: يقول: أن حجتي نويت النسك تمتعا، فهل العمرة في اليوم 8 جائزة؟ وهل أحرم من جدة أو بالطيارة أم أجلس بإحرامي 2 كاملين؟ الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء أن الآفاقي لا يجوز له أن يتجاوز المحرات أن يتجاوز الميقات إلا بإحرام إذا كان مريدا لأحد النسكين، وأنت آفاقي لا يجوز لك أن تتجاوز الميقات إلا بإحرام، سواء كان إحراما من الأرض أو إحراما عند محاذاته إذا كنت في الطائرة. فيجب عليك أن تحرم من الميقات إذا أعلن رائد الطائرة أو سائق الطائرة أنكم على الميقات، فتقول: اللهم لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج أو نحو ذلك، ثم تبقى في جدة بإحرامك، ثم تذهب إلى مكة ولو في اليوم 8 أو في صباح اليوم 9 أو في صباح اليوم 9، فتطوف وتسعى، ثم تتحلل من عمرة التمتع بالتقصير، ثم تهل بالحج وتذهب إلى عرفات. وإذا كنت في اليوم 8 فتهل بالحج من مكانك الذي أنت نازل فيه وتذهب إلى منى، وتكمل بقية حجك على الصفة التي لا تخفى على شريف علمك. وإن كان يشق عليك أن تبقى 2 بإحرامك في جدة، فلك أن تتجاوز الميقات بلا إحرام، ولكن إذا أردت الإحرام بعد 2 فيجب عليك أن ترجع إلى الميقات الذي تجاوزته، وهو ميقات السيل الكبير، لتحرم منه ولا تحرم من جدة، فإن جدة إنما هي ميقات للإحرام لأهلها فقط. وأما الآفاقي فيحرم من المواقيت التي حددها له رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبما أنك من أهل نجد فميقاتك قرن المنازل، أي السيل الكبير، لما في الصحيحين من حديث ابن عباس: ووقت لأهل نجد قرن المنازل. فأنت بالخيار، إما أن تحرم في ابتداء مرورك على الميقات وتجلس بإحرامك 2 في جدة، ثم تذهب إلى مكة لتكمل مناسك الحج والعمرة، وإما أن تدخل بلا إحرام، ولكن إن أردت الإحرام فلا تحرم من جدة حتى لا يجب عليك الدم، وإنما ترجع إلى ميقات السيل الكبير وتحرم منه، والله أعلم.